أصبح انتشار الأدوية الغير مرخصة منتشرا بكثرة عند الكثير من الصيدليات، حيث أن هذه الأدوية المسروقة أو المهربة يتم بيعها في معظم الأحيان خارج الصيدليات، حيث أن بيع الأدوية عن طريق الإنترنت هي مزيفة وغير سليمة وغير خاضعة للسيطرة النوعية، كما أن هناك علامات قد تدل على أن هذه الأدوية مزيفة وغير مرخصة، كأخطاء إملائية في رزمة الدواء مثل اسم المنتج أو الصلاحية أو رقم دفعة الإنتاج. اكو ناس وناس، يعني اللي حالتهم الماديه ضعيفه طبعا يكون اقبالهم على الادويه الغير مرخصه اكثر، لان اسعارها تختلف. تدرين داخله بطريقه غير رسميه وما بيها جمرك، لا بيها ضريبه لا بيها شيء. فيعني الناس اللي شويه نقول متعلمين اكثر يعرفون انه هاي الادويه اللي داخله بطريقه غير رسميه، يعني ما يضمنون فعاليتها 100%، ممكن فعاليتها 25%، لان تعرفين تتعرض لظروف خزن قاسيه، ظروف نخل قاسيه، كلها تهريب، صحراء، شمس. من أسباب انتشار ظاهرة الأدوية الغير مرخصة في بغداد هي سبب ضعف قانون وزارة الصحة ومراقبتهم على الأشخاص المخولين ببيع الأدوية. انتشار البسطيات للباعة المتجولين في بغداد هذا سبب كثير من الوفيات أو سبب إعاقة الكثير من المواطنين. وهذه الأدوية الغير مرخصة أثرت بشكل سلبي على المواطنين، وتعرض الكثير منهم إلى مضاعفات بسبب اختيار أدوية الخاطئة أو التالفة. الأساسية طبعا الدولة، لأن هو شلون ده يدخل، كله ده يدخل تهريب، فمعالجتها يعني هي معالجتها عن طريق المراقبة الأمنية ومراقبة الصيدليات والمداخر اللي تجيبها ومنعها. إن هذه الأدوية الغير مرخصة قد تكون لها مشاكل صحية خطيرة، كما يجب زيادة الرقابة على هذه الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية الغير مرخصة. آمنة إسماعيل، فريق الإعلام الهادف من بغداد.